اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحب ديما نفكركم خياتي اللي ما على بالكمش باللي القصص هادو ماشي نتاوعي، نقول لكم راهم قصص المشتركين يبعتوهم لي عبر الواتساب، ما راهمش حكاياتي، في نفس الوقت ما راهمش حكايات العائله نتاعي. تقول المشتركه: انا اسمي ناجيه، في عمري 34 سنه، راح نحكي لكم حكايتي اللي أكيد راح تكون فيها عبرة، في نفس الوقت حبيت نسمعها بصوتك الجميل يا اختي فلا. تبدأ حكايتي من نهار زدت في وسط عائلتي والحمد لله، لكن للأسف أنا ما قريتش، كنت ديما ما نحبش الدراسة. هيا وليت خرجت كي رحت نفوت البيام ما جبتوش صاي، قعدت في الدار مدة 3 سنوات. فهذوك 3 سنين قعدت نشغل في روحي، نتعلم صوالح بزاف، ومن بينهم الكروشي اللي يما كانت تخدمه روعة، عرفت هاد الصناعة عليها وليت نتشغل بها كامل وقتي. حتى جا هداك النهار خرجت رحت عند دار خالتي، بحكم هما جايين يسكنوا بلاصة بعيدة، مرات يجوا يقعدوا عندنا سمانة 15 يوم في الصيف، واخترت حنا نروحوا نقعدوا عندهم. قعدت تما وعجبني الحال، يما قالت لي خلاص نخليك تريحي هنا يا 15 يوم واحد اخرى، من بعد يجي الوالد نتاعك يديك. انا وافقت، وحتى خالتي لانه كانت عندي بنت خالتي في نفس سني زايدين في عام واحد، برك هي كملت قرايتها وكانت تقرا في الجامعه، اما انا في هذاك الوقت ما كنت ندير والو كيما قلت لكم. المهم يماها رحبت بيا والحمد لله كل شيء كان ماشي مليح. واحد المره خرجنا رحنا لدار عمهم اللي كانوا يسكنوا في فيلا كبيره، ونسعمهم كامل تماك. دخلنا لدارهم، من بعد خرج واحد الجان كان في عمره تقريبا 26 سنه خسر فيا، من بعد بعت لي مع بنت عمو اللي هي بنت خالتي وقال لها شكون هذيك. هي حكات له كل التفاصيل وقالت له بلي ما عندها حتى واحد في حياتها، مهم راكم تعرفوا. انا عجبني، وهي كي قالت لي بلي راهو ناويك للخير انا فرحت وقلت ايه مدابية، ويلا كان صح صح حبي يتزوج نقبل به، بس صح الشكل نتاعو كان الشباب يهبل. مي هكاك وكنت خايفة ومترددة، لانه كي نروح للدار على بالي بلي يما تحط لي السعدي في يدي، راهي ضد العلاقات وهذا الشيء، مع انه ما درت والو. قعدت في دارنا مدة 15 يوم بعد ما جيت من دار خالتي، قعدت نفكر في هذاك السيد، زعما صح وناوي يتزوج بيا ولا قعد غير يبعث لي في الهضره مع بنت خالتي ويتمسخر. المهم مروا تقريبا 3 شهور، على بالكم انا في حياتي ولا درت علاقه، يعني هذاك اول شاب كان قلبي خبط من جهته، ونيتي والله يا خياتي غير كانت نتاع خير، يعني كنت نحلم في حدود، قلت راح يتزوجني وكاع ماشي ندير علاقه، ما كنتش نفكر كيما هاك. خطرات جات بنت خالتي لعندنا قالت لي اسمعي ما عجبكش صهيب، قلت لها الله يبارك ما عندي ما نقول فيه. قالت لي على بالكي راح حكى مع يمه، قلت لها ما تزيدي ليش. قالت لي والله غير حكى معها وقالها عجبتني بنت خالد سولاف وراني حاب نخطبها على سنة الله ورسوله، واش قلتي؟ قلت لها سمحي لي لازم عليك تحكي مع ماما انتيا، بس كحشمت وما قدرتش كيفاش نفتح معها هذا الموضوع. قالت لي خاطيك شي كل شي خليه بيدي، وانا اللي ان شاء الله نكون همزة وصل للخيرة. كانت مع الام نتاعي، هي كانت مداصرتها شوية وقالت لها باللي كاين واحد وليد عمي واسمه صهيب راهو حاب يخطب بنتك ناجية. هي فرحت، في نفس الوقت قعدت غير تعيط عليا قدامها، قالت لي سمعي كش ما كي دايره علاقه؟ قلت لها لا لا يا يما والله ما راني دايره، هاي قدامك وسقسيها. مهم ضحكنا وقصرنا في هذاك النهار ودرنا موعد باش يجي يشوفني. هو في البدايه جاب غير يماه، برك ما جاب حتى واحد ولا حتى هو، يعني الشيخ اللي كان يسوق الطوموبيل نتاعهم. قعد يحكي مع بابا برا، قالت لها والله غير الشباب نتاع دركا ولاو صدعونا ريصانا وهما اللي يحبوا يخيروا البنت. المهم يما قالت لها شوفي انتيا ولا راهي خارجه عليكم بنتي، معليش ولا مايش خارجه عليكم ما كان له. قعدوا يضحكوا ما بيناتهم ويقصروا، حسيت باللي يماه هيله بزاف بزاف. انا صح كنت نروح لدار خالتي، مي ما كنتش ندخل لدارهم وندصر بزاف فاميلتها. على كل نقدر نقول باللي صهيب كان فاميلتي من بعيد ولا فاميل دار خالتي. قعدت مده 4 شهور وانا هكا جاوا حطوا عليا اليد برك، بصح ما رجعوناش خبر بالقبول، وحنا تانيك ما ردينا لهمش، اصلا ما كناش نعرفوا في امور الخطبه وكاع، كانوا الخبار يجوني عن طريق بنت خالتي برك.
واحد المره جات قعدت عندنا واحد سمانه وكل يوم نحكو غير على صهيب. من بعد قالت لي شوفي ولا غير هو راه حاب يدير فيونساي بصح وشنو كاينه حاجه. قلت لها خير ان شاء الله. قالت لي الحاله الماديه نتاعهم على قد الحال وكيما شفتي عندهم طابق وانتي راح تسكني مع جوزتك يعني مع مرت عمي. المهم انا خزرت فيها وقلت لها ماشي كان يقول نشري تراب وندير داري وحدي. قالت لي ايه يدير دارو مي بصح ماشي دوكا السيد يخدم نهار ايه ونهار لا لا وراكي تعرفي الشباب نتاع دركا يعني الا تزوجتي به لازم تتنازلي على بزاف حوايج وراني نصارح فيك ونقول لك بس كنتي نحبك كي اختي. قلت لها ايه على بالي بلي كي تنصحي فيا بصح واش ندير. قالت لي عليك وعلى ديري خطبتك الا راكي حابه وشنو تبقاي تستناي فيه كاش 3 سنين ولا. قلت لها بزاف راكي على بالك بابا ما يحبش طول الحبل. قالت لي ايه نعرفه مي بصح تبري راسك انا جبت لك واش كان هو يهدر واش حكى لمرت عمي وهي قالت لي. قلت لها صبري عليا يا سولاف اختي لازم عليا نفكر ما نقدرش نرمي روحي الانسان ما عنده حتى مستقبل. وزيد قلتي نهار ايه ونهار لا ماشي قليل نخدم في شركه دي بدا هامل كذب من النهار الاول. قالت لي يا الجايحه راهو يكسب فيك برك وتانيك راهو هابل عليك وحب يديك. قلت لها خلاص انا تانيك عجبني بزاف بصح وسكت. قالت لي واشنو بصح راه السيد ناوي الخير ماهوش ناوي الشر. قلت لها صاي مشات. زدنا حددنا موعد ودرنا الفيونساي انا وياه وكيما قلت لكم الكلام ديما يجيبه لي عن طريق بنت خالتي وانا نبعث له هكاك يعني ما عندي بورطابل وهو عنده بصح ما كناش نحكو مع بعضنا بس كنا كنت نخاف يما كراف وكانت تقول لي نسمعك هدرتي معاه والله لا نشتكي لبابك كلش على هذا كنت نخاف. مهم صارحت يما وقلت لها لازم نحكي معاه نتعرف على عقليته ما هو يتعرف على عقليتي. يما كانت وافقت بصح في حدود وقالت لي بالك تلاقي معاه. ايه بصح على بالكم الام ماهيش رايحه تقدر على بنتها كي تحب دير حاجه في راسها بس ما خرجتش عليا نبقى نبعث الهضره غير مع بنت خالتي. مهم بعثت له رقم الهاتف وقعدنا نحكو مع بعضنا. هو ولا يحكي لي في المشاكل نتاع العائله نتاعهم. تخيلوا باللي باباه كان هرب عليهم وهو في سن العامين. من بعد صلحوا شيوخ كبار وحاولوا رجعوه للدار والسبب اللي خلاه يهرب هو المشاكل مع زوجته يعني مع عجوزتي ام صهيب. خلاته يروح من تما تعرف على مرا واحده اخرى وتزوج معها بالفاتحه وعنده 3 بنات وزوج ذكوره ودار العقد المدني. وهما كيفاش عرفوا دوك تشوكاو خطرة ام صهيب راحت باش تخرج شهاده الميلاد بحكم هي كانت مكلفه غير راجلها ولادها. حتى جهتك نهار اللي شافت فيه الكارثه في شهاده الميلاد باللي راجلها راهو داير العقد مع فلانه وكان اسمها مكتوب. على كل نية تشوكات على كبرها ولات غضبانه عند بيت اهلها. مهم عاودوا رجعوهم كيما قلت لكم ناس كبار واعيين وقالوا لها ماشي على عقوبتك تطلقي السيد راهو عنده حتى هو الاولاد مع مراه واحده اخرى. وبنت خالتي سولاف حسبت لكم كاش نهار حكات لنا على مشاكلهم جامي في حياتها بس كيماها اللي هي خالتي كانت صاحبة يمات صهيب يعني هما صح كانوا سلافات في نفس الوقت حبابات وأسرار بعضهم ما يخرجوش من الدار. على هذا هاد الحكايات كامل عرفتهم عن طريق صهيب هذا ما كان. المهم هو كل الخطرة يحكي لي ويقول لي بابا راهو عند المرأة الدوزيام راهو كاري لها وقيل سمعنا شرى لها مرسو تراب إلى آخره. أنا كل مرة قعدت دايرة في بالي باللي باين شيخي يكون تعمسة وتعزغي دوقع. على كل فات اللي فات جوزت عامين مع صهيب وهو ما دار العرس ما دار حتى خطوة. السيد راني نقول لكم المهيبة وما يجيبها ليش كيما البنات يبعت لي 200 ألف مع بنت خالتي ويقولها هاكي ويلها كش ما تشري لها بس صح أنا ما كنتش نتلاقى معاه يعني خاطرة في 3 شهور في 4 شهور نروح لدار خالتي نشوفو تماك غير من البعيد برك. واحد المرة قال لي نتلاقاو نروحو لبلاصة بزاف شابة وراها لي صاحبي. قلت له ايه مهم راح كرا طونوبيل ب 400 ألف داني درنا حوسنا وجوزنا نهار بزاف شباب وكي رجعنا مع العشية قلت له شوف صهيب انا يا صح اليوم كريت طونوبيل بس كراهي اول مرة نتلاقى معك بصح رد بالك تزيد تكري هادي 400 دير بيها حاجة ولا غير بزاف. قال لي متحوسيش تفهمي راني مخطط باش نخرجو من الغرقة نتاع الصح. قلت له خير ان شاء الله ما تقوليش غير المخدرات. قال لي بعيد الشر هذه راهي ماشي من تربيتي. قلت له خلاص ان شاء الله ربي يسهل لك. ترجيته باش يخليني نخدم فيها داك النهار لكن هو رفض رفضا قاطعا وكانت شحال
من خطرة تجيني فرصة نتعامل وكي نقول له قولي لا لا تبقاي في الدار، والله العظيم لو كانت تخرجي ما نسمح لكش لا في الدنيا ولا في الآخرة. مهم أنا كنت نسمع له ناخذ له الرأي في كل حاجة يقولها لي. بديت نتقلق، وعلى بالكم باللي الناس والجيران هدرتهم ما ترحمش، ديما كي نخرج هكا نروح نشري جهاز ولا مع ماما تسقسيني وحده جارتنا واش مازال طولتو بزاف، علاش ما حبش يدير لك العرس، كلام كيما هكا. وحتى والديا تقلقوا اكثر واكثر. واحد المره يما جات فتحت معايا موضوع نتاع صهيب وقالت لي شوفي يا بنت الناس انت راكي شابه وحاجه ما خاصاتك، قال كلمه وحده وكل شيء يطبق، الا كان راهو ناوي يكمل حياته معاك اللهم بارك، ولا راهو حاب يقعد كيما هكا معلقك انا ما نقبلها لكش، وحتى الوالد نتاعك راني حكيت معاه مستحيل نكملوا لهاد الحاله. مهم حسيت باللي ماما صح تقلقت، انا حكيت مع صهيب في هذيك الليله وقلت له خلاص مانيش قادره نزيد نتحمل اكثر، لازم علينا نديروا العرس، معليش راني قابله نعيش مع يماك ندير هكا شغل يما اون بلوس هاك شتا شحال تحبني. قال لي على بالي بصح انا مانيش حاب نسكن معاهم ولا غير الضيق بزاف، وزيد خويا الكبير تاني راهم قرر يتزوج معناتها تولوا تتكلوا فيما بعضاكم. قلت له انت وين على بالك يا اخي، قلت لك يما كنحبها اون بلوس رانا فاميليا مستحيل نتخاسروا. والله يا خياتي غير تفكير كان فارغ نتاع الصح، كنت ما نخممش الحب نتاعي لصهيب كان عماني خلاص خلاص، واش يقول لي نقول له ايه فهمت يما. وحتى بابا كسرت معاه الحشمه وحكيت له كلش وقلت له راني نحكي مع صهيب وما هوش رايح يطول ويدير العرس، وتانيك راهو القمر سطراب وليت نكذب عليه ايه لانه صهيب كان يقول لي كيما هاك وما على باليش واش راه مديسيدي. على كل واحد الخطره يما قالت لي نروحوا لدار خالتك نقصروا معاهم، قلت لها ان شاء الله انا ما على باليش واش كانت تخطط، على بالكم واش دارت، راحت لدار عم سلاف وقعدت تحكي مع مرت عمها بواحد النبره حاده، وقالت لها باللي صهيب لو كان ماهوش رايح يدير العرس نفسخوا الخطبه نتاعهم. ايه حكيت معاها بواحد الصفه ما تعجبش. المهم يماها عشيه هذيك قالت له كلش، هو عيط لي قال لي وشنو هاد الجياح نتاع عمسا، يا اخي فهمتك وقلت لك باللي نديرو دارنا باش نتزوجو. قلت له صهيب راك صمت بزاف، انا ما نزيدش نتحمل وما نزيدش نصبر عليك اكثر. بابا قال لي لو كان سمعك حكيتي معاه نكسر لك التليفون على راسك، ما انت يا شوف واش دير. كوبيت عليه من هذاك النهار وانا مطفي البورطابل نتاعي، ما حبيتش كاع نحكي معاه، ولات غير خطره على خطره سولف تجي عندي بنت خالتي باش تجيب لي الاخبار على صهيب وتقول لي واش راه مديسيدي يدير. صدمتني بواحد الخبر في يوم من الايام، جات قالت لي صهيب راه مسافر. تخيلوا يا ناس صهيب راهو رايح يحرق ويسمح فيا ويخليني هنا في البلاد، هو كل خطره ولا يبعث لي في الكلام مع بنت خالتي سولاف ويقول لي باللي صاي راني رايح نقطع وراني لقيت وصبت. انا خفت عليه بزاف، شعلت التليفون نتاعي وليت نحكي معاه. تخيلوا واش قال لي يا ناس، قال لي راني رايح نقطع البحر باش ندير التاويل باش ندير دار ونتزوجو ونعيشو انا وياك، وزاد قال لي باللي راني رايح نقطع غير على جالك وبسبب لابريسيون اللي راكي نتي دايرتها لي واهلك. انا خفت عليه قلت له خلاص بقى هنا نستناك شحال تحب. هو صمم وتاني كان مخلط واحد الذكوره نتاع دعاوي الشر هما اللي داوه. صهيب سافر عام وزيادة ما بان عليه والو، انا بقيت هكذاك نستنى فيه وكل مرة نبكي عليه بكاء حار بس صح كنت نحبه، وكانوا كل خطرة العائلة نتاعو يجيبولي الاخبار عليه باللي راه وصل زاد سافر للترك راح منا جا منا، هاكم تعرفوا المشاكل اللي يصراو لأي حراق. في الاخير كان استقر في المانيا وتماك ولا يدير التاويل بالعقل بالعقل، افتح فيسبوك ولا يبعث لي كل خطره ويقول لي شوفي وراني لاحق بيها شوفي واش درت. وتانيك بعث لي واحد الدار تهبل شابه بزاف، انا حسبت لي تاعو فرحت قلت خلاص وقيل خرجنا من الغرقه، لكن في اخر المطاف كان قلب لي راهي تاع واحد العجوزه كبيره بزاف العمر تزوج بيها ودار لي بابي يعني خرج من الغرقه نتاع الصح، ولا يخدم والدراهم يلعب بهم لعب. هو حلات له تما وما حبش يرجع للبلاد. انا بكيت بحرقه وكل خطره نشوف غير تصاوره، في اكثر المرات نبعث له ما يجاوبنيش بس كان التواصل نتاعي معاه الوحيد فيسبوك،
سولف بنت خالتي كل خطرة تجي لعندي هو تقول لي غير فرحي خلاص راهو رايح يرجع ليك، استنايه ما قعدش قد اللي فات، وانا تانيك مديني الطمع. في نفس الوقت قعدت نحس باحاسيس غريبه بزاف بزاف من جهته. مهم صهيب واحد الخطره بعت لي ميساج، انا استغربت قلت هذا هو ما شكيتش، باين بلي كاش صاحبه ويخرب له بورطابلو. الميساج هذاك كان عباره على قال لي راني حره تقدري تروحي وتتزوجي مع من تحبي، حاليا راني متعرف على واحد البنت قوريه وكان داير معاها علاقه غير شرعيه، ربي ينتقم منه ان شاء الله على واش عمل فيا. قعدت نستنى فيه اكثر من 5 سنوات لكن مع الاخر اضربني بموس في ظهري. ايه انا الحب كان عاملي البصيره نتاعي، ما كنتش نفكر، ما كنتش دايره في بالي باللي صهيب كيسافر تغير ولا انسان واحد اخر. تكتر من شهرين وانا في صدمه حقيقيه، وليت ما ناكل ما نشرب، غير نشرب الماء ولا حاجه خفيفه برك شينت كامل، وليت نشبه لبعيد الشر، تقول عليا غوله ولا كاش ما خرجوني من كاش غار. سولة في كل خطره تجي لعندي وتقول لي حسبي الله فيه ما على بالناش باللي داير كيما هاك، انا حسبته راح يدير التاويل ويرجع ليك، لكن هو كي ولا هكا خداع خطيك منه، خلاص ما تزيديش كاع تحوسي عليه. مهم بكيت بكيت واشتكيت لربي سبحانه، بديت ننسى بالعقل بالعقل، وكل خطرة نروح البنت خالتي سولاف نقعد تما في دارهم بصح ما نطلعش الفوق الدار صهيب. تعنا العلاقة نتاعنا معاهم نهائيا، مامي ما كانت تقول لي ايه السيد حرق لبلاد الكفر حبت لك راح يرجع ليك ويقعد معاك، ما شكيتش. هي في الاول كان عندها احساس من جهته، ولكن انا كما قلت لكم كنت نستنى على امل وعندي احلام واحلام مع صهيب، لكن كنت غالطة في كل احلامي وحكايتي. نتمنى تكون عبرة وما تكونش وحدة جاهلة ومفرين ياكي حالتي. نقول لك عيشي حياتك ما تستني حتى واحد، بسك واحد ما يستاهلك. نكمل لكم، انا كي وليت نروح لدار خالتي بزاف مره على مره نتلاقى مع بابات صهيب، هو كان في عمره 66 سنه وكان شيخ لاباس عليه يعني ماشي طايح وكاع، وكان زين يعني شباب. مهم واحد الخطره وانا خارجه تلاقيت معاه عند الباب، طلع في الطوموبيل نتاعو، واش ما الطوموبيل يا ناس سكتو برك شاب بزاف، حسيت بلي حالته الماديه مليحه عكس واش كان يحكي لي صهيب. المهم خزر فيا وقال لي امس الخير بنتي، ما رجعتلوش. من بعد عاودها لي مره ثانيه، خزرت فيه قلت له امس الخير الحاج، رحت وخليته. بعد مرور اسبوع عاود رجعت لدار خالتي، هو شاف فيا وقال لي وش بيك مع صهيب يا بنتي حبستي؟ قلت له علاش ما سمعتش واش صرا، ما كاين حتى علاقه تربطني بيكم دركا، هضرت معاه بتشناف. قال لي وحده كيما انتي شابه يسمح فيها؟ والله ما حق عليه. مهم الكلام نتاعو حسيت فيه عبارات وسوستني ودخلت لي النش في راسي. كل خطرة نروح تما غير على جال شيخي، مرات نشوفه ومرات كان يتكرم عليا يعطيني 500 600 صدقوني بدون مقابل، يقول لي هاكي كش ما تشريهم ليك، وكان يمدهم لي بالتخبية مثلا نكون داخلة في الباب ولا يكمسهم لي في يدي ويروح حد ما شاف حد. انا فرحت وقلت ايه وعلاش لا، السيد راهو يبان عليه برزقه ما شاء الله عكس واش كان يحكي لي هذاك المقلوع نتاع وليده. كان مازال من ناحيه صهيب، وكنت تاني كنفكر في الانتقام، وانتقامي راح يكون اكثر من انتقامه واكثر من الخيانه نتاعو. مهم انا سولاف ما وليتش نحكي لها كاع واش كان يوقع ما بيني وما بين بابات صهيب. واحد الخطره حط لي الرقم تاع الهاتف نتاعو، عيطت له ووليت نحكي معاه. باباه كان اسمه سعيد، وكان كل خطره يقول لي ما تقولي ليش عمي سعيد قولي لي سعيد، وكان يبعث لي دراهم متهلي فيا على اكمل وجه. واحد المره كنت نحكي معاه من بعد قلت له واش حنا دوكا نبقاو هكا، قال لي شكون قالك تبقاي هكذا، راني نخطط ونخمم باش نكمل لك دارك وراكي رايحه تسكني فيها معززه مكرمه. قلت له واش من الدار واش مقصودك؟ قال لي نتزوج معاك يا اخي، هذه ما راهي لا عيب ولا حرام.
نتزوج على سنة الله ورسوله، وبإذن الله تعيشي كالملكة. بيني وبينكم أنا تخلعت وما كنتش دايرة في بالي بلي هو راه مخطط باش يتزوج معايا، بس كحسب واش كان يهدر، قال لي أنا ما نحبش الحرام. المهم قعدت نفكر في صهيب واش عمل فيا كامل، قعدت نستنى فيه المدة هذه كامل، مع الاخر خسر عليا غير ميساج وقال لي خلاص ما بيناتنا. ايه علاش ما ننتقمش منه وندمه في الدقيقة اللي جو علقني فيها اكثر من 5 سنوات. المهم قلت له ايه راني موافقة، بصح المشكل دركا راهم مع اهلي واهلك، كيفاش راحين نقولوا لهم؟ قال لي انا يا ما تحوسيش كامل عليا، نجيب امام وراني نعرفه نديروا الفاتحة، ومع مرور الوقت راكي رايحة ديري العقد بالسيف عليك نهار تجيبي طفل ولا طفلة اللي راهم رايحين يربطون حياتنا كامل. قلت له صح سي فغي عندك الحق. انا رحت عندي يما نجري حكيت لها، قلت لها وانا فرحانة حسيت باللي راني رايحة نتهنى، في نفس الوقت راح ننتقم اشد انتقام من صهيب نهار يسمع بالخبر. قالت لي مستحيل غير هادي اللي ما تعاوديهاش، وعيطت عليا حتى قالت ما نزيدش، وقالت لي لو كان يسمع باباك يقدر يقتلك عادي وانا بريئه منك. المهم قلت ايه هما راهم عايشين حياتهم كل واحد دار دارو، وانا صهيب ضيع لي كامل هذوك السنوات بعد ما كانوا بزاف رجال يحبوا يخطبوني. مي تحرقت، كان ديما يجي عندي الحومه يبعث لي مع بنت خالتي سولاف، يعني حكايتي ما كاش اللي ما سمعش بها. مع الاخر ما دار لي حتى حاجه رسميه، يلو كان فاتحه انا وياه ما كاش. انا كل الخطره كنت نحب نحكي سولاف، بصح خايفه خايفة لأنه نعرفها تحكي ليمها كلش، ولا حكت ليمها تروح تحكي سلفتها اللي هي مرت السعيد. أيا قررت أني نروح الخالي الكبير باش نحكي له كاع واش صرا، وقلت له كاين واحد كبير بزاف العمر بصح دارنا ما راهمش موافقين، علاش ما تجيش توقف معايا نتايا وتكون شاهد وتجيب معاك رجال؟ هو استغرب من حكايتي قال لي مستحيل، مكاش كيفاش كاع ندير حاجه بتخبي على والديك، لازم نحكو معاهم. وانا بكيت وشتكيت له، خالي هذا كان يموت عليا، يحبني من اللي كنت صغيره وديما يديني معاه كيشري ولا يقضي حاجه، وللعلم هو ما كانش متزوج. قال لي صاي نروح نحكي على الاقل مع يماك ماشي كيما هكا. قلت له خلاص، هو جا وحكى مع يما وفهمها وقال لها ما تحكي لراجلك والو، صاي الطفله راهي حابه تنستر وتتزوج وراهي طالبه الحلال، وزيد قالت بلي السيد هذا داير لها دارها وحدها، انت واش دخلك فيها الا كان من الفاميليا؟ قلت له واش بيك يا راجل، انا على البليس، الطفله راهي حابه تطيح روح في وسط العائله لو كان يسمعوا، ومرتو لو كانت تسمع. قالها على بالي الحكايه، مرتو راهي عارفه بلي عنده مره واحده اخرى وعنده ولاد، يعني ماهوش بروبلام كبير الا تزوج للمره الثالثه ولا الرابعه. قالت له لا لا رانا رايحين نتنايفوا مع دار خالتك وماشي عقليه هذه. قال انتيا تحبي مصلحه الناس على مصلحه بنتك، يو دار لها اللي ما يندارش. بس انا كنت حرجته وقلت له بلي يما ما راهيش موافقه وهي اللي راهي وقفت لي على سعدي كل مسمار. انا كنت نشوف الناحيه الماديه نتاع السي سعيد، على بالي بلي راح نعيش كل اميره في هذيك الدار. هو بنى لي زوج شنابر وكوزينه ودار لي داله وقال لي بلوتار نزيد نوسع لك. مهم كان مورسو صغير ماشي كبير بزاف، وانا كنت ديما نفكر في الانتقام اكثر حاجه. مهم خالي وافق وقنع يما بصعوبه، ما نقولكم شهرين ما نقولكم 3 شهور، كل يوم يجي ويزن عند راسها، وفي اخر المطاف كانت وافقت. سعيد خطبني وما درناش زعما فيونساي ولا حتى عرس، نو درنا حاجه خفيفه برك. المهم كيما يقولوا ناس بكري العشاء على الحلال، سربينا ماكله لكامل الناس اللي كانوا محتاجين، وهو صدق مكتوب اللي كتب ربي للجامع وقال لهم يدعوا لي في يوم الجمعه. انا تزوجت مع سعيد واستقريت في داري اللي كانت تهبل، دارها لي بالطبع والشان، وش نقول لكم معيشني معيشه الملوك، وما كاش حاجه نطلبها وما تحفرش. وللعلم حبيت نقول لكم باللي العائله نتاعو وصهيب وخاوته وخياته حتى يماه ماشي عارفين بيا، يعني دايرني في السر، وانا حاليا ما رانيش نديسيديا باش نجيب الاولاد، خالي غير هو اللي راهو عارف. نهار درت عرسي ولا نقول شبه عرس كنت في الدار قاعده عادي، حتى شافني بابا بالماكياج وكاع قال لي واش كاين هذا غير الخير، وتما كان واقف معايا خالي ويما وحكاولو كاع واش صرا.
المهم هو قريب قتلني تما، وقال لهم ممنوع الخرجة، وإلا خرجت راني متبري منها إلى يوم الدين. وهذاك اللي كان، أنا درك راني متخاصلة مع بابا، صحيح العائلة كامل ماشي عارفين باللي أنا راني متزوجة مع السعيد، بصح بابا اللي راهو حارق لي قلبي بزاف، بعد ما كان يحبني ويعزني ومفششني، شوفوا كيفاش تحولت الحالة. إيه أنا ما نعتبرش باللي واش درت غلطة، صح صهيب ضيع لي حياتي ويستاهل هذا الانتقام. وإلا كاين كاش مستجدات يا اختي في الله، وصهيب كاش معرف راني رايحة نبعث لك الجزء الثاني. وهذه هي حكايتي مع صهيب وباباه سعيد، اللي صراحة على بالي راح كاع يجوا يعطوني في التعليقات ويلوموني، ولكن انا ما درتش حاجه حرام ولا ابسك. صهيب كان حاط عليا غير اليد وداير معايا فيونساي ويتمسخر بيا برك، ولكن في الاخر شوفوا كيفاش ضربني بمراه كافره. انا على الاقل درت الحلال وتزوجت مع باباه اللي معيشني كيما قلت لكم اميره في بيتي، وعلى بالي باللي راح يسبوني بزاف وما يهمنيش، التعليقات نتقبلهم كامل وحتى الانتقادات. بالصح لو كان كاينة وحدة فيكم عاشت الظلم والقهر والخيانة والغدر كيما عشتو أنا، أكيد راهي رايحة تعذرني وتقول لي عندك الحق. أنا ما درتش حاجة حرام، الحرام اللي كنت فيه مع صهيب، وما نتمنى حتى بنت تعيشه. وهذه هي كل تفاصيل حكايتي، ونتمنى تحطيها في قناتك في أقرب وقت ممكن، ويعطيك الصحة يا أختي في الله.